السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم يا احلى ناس في الدنيا؟ ورجعنا لكم تاني بفيديو جديد عن جنسية الاكوادور. الاكوادور دولة في امريكا الجنوبية وعاصمتها كيتو. العملة الرسمية داخل دولة الاكوادور هو الدولار الامريكي. زي ما قلنا قبل كده، زمان اي واحد من الدول العربية كان عاوز يسافر الاكوادور كان بيحجز ويمشي. زمان كانت الاكوادور من غير تأشيرة يا جماعة، دلوقتي الاكوادور بقت بتأشيرة، ولكن مش صعبة. تأشيرة الاكوادور سهلة جدا، الموضوع كله شوية اوراق. الاكوادور بلد جميل جدا جدا، وانت داخل الاكوادور تأشيرة سياحية تقدر تعمل كل حاجة، تقدر تفتح مشروع، تقدر تتجوز، تقدر تعمل بيزنس، تقدر تعمل كل حاجة وانت سايح. ولكن انتبه انتبه، الاكوادور بلد النصب، بلد النصب. الاكوادور العملة الرسمية داخل الاكوادور هو الدولار الامريكي، ويوجد نصب كتير او في العملة يا جماعة وتزوير العملة. يجب عليك ان تنتبه جدا وانت داخل الاكوادور مع العملة الدولار الامريكي. وفي بعض العرب في الاكوادور يقول لك انا هرسل لك دعوة بألف دولار. دعوتي يا عم اللي بألف دولار دي؟ لا داعي لذكر جنسيات. في ناس في الاكوادور عرب، والصفحات على الفيسبوك وعلى اليوتيوب مالية الدنيا، يقول لك انا عاوز تسافر الاكوادور انا هرسل لك دعوة، وقيمة الدعوة ألف دولار. ألف دولار ايه يا عم الحاج؟ ألف دولار ايه؟ ما تسمعش كلام حد، قدم على تأشيرة سياحية لدولة الاكوادور. التأشيرة سهلة يا جماعة، اقسم بالله التأشيرات سهلة، ما تسمعش كلام حد. خد جواز سفرك وخد كشف حساب البنك، واحجز طيران واحجز فندق واعمل تأمين طبي وخش اي سفارة. ما تسمعش كلام اي حد. دعوة ايه؟ وفي ناس في روسيا يقولك دعوة بألفين دولار، وفي بولندا بتلات الاف دولار. وللأسف في ناس بتقع في فخ النصب وبتصدق. ما تسمعش وما تسمعوش كلام حد يا سيادني، انا بتكلم والله العظيم عاوز منك حاجة، اقسم بالله انا بتكلم لك، بقول لك لوجه الله ما تسمعش كلام حد. نرجع للموضوع الاهم وهو جنسية الاكوادور. عشان تاخد جنسية الاكوادور لازم تكون موجود داخل الاكوادور بتأشيرة نظامية رسمية، تأشيرة سياحية، تأشيرة زيارة، تأشيرة استثمار، لازم تكون نظامي داخل دولة الإكوادور. الحصول على الجنسية دولة الإكوادور عن طريق الزواج، عن طريق الاستثمار، عن طريق المولود. لو ابنك مولود على دولة الإكوادور ابنك بيحصل على الجنسية، وانت والأم بتحصلوا على الإقامة الدائمة وتقدر تقدم على الجنسية. وبرضو لو انت عاوز جنسية الاكوادور تقدر تستثمر في دولة الاكوادور، تشتري بيت، تشتري ارض، تفتح مطعم، تفتح مشروع. بمجرد فتح مشروعك بتحصل على جنسية دولة الاكوادور. بالنسبة للمولود، المستشفيات مجانا يا جماعة، المستشفيات مجانا، ولكن ابعد على العاصمة، يعني ابعد على العاصمة كيتو. كلما بعدت على العاصمة كلما تحت لك امور كتير في الاوراق، في المستشفيات. لو مراتك حامل وبتولد ابعد على العاصمه، لان الولاده بتكون مجانيه تماما. الاوراق المطلوبه فيش وتشبيه من بلدك مختوم من سفاره الاكوادور. على فكره السعوديه ما فيهاش سفاره اكوادور يا سيادنا، والاردن بتهلي الاردن فيها سفاره اكوادور. فيش وتشبيه، سجل جنائي مختوم من السفاره في بلدك، جواز سفرك، صورة جواز سفرك مترجمة مختومة للغة الأسبانية، ماشي، صور شخصية، خطاب عمل، كشف حساب بنكي بالدخل بتاعك لو انت هتقدم الاستثمار، وتقدم الورق في حاجة اسمها المحكمة في العاصمة كيتو. ولكن الجنسية في دولة الإكوادور بتاخد وقت يا جماعة، بعد 5 سنوات، بعد 5 سنوات من تقديمك تقدر تحصل على جنسية دولة الإكوادور، ما عدا جماعة المتزوجين من إكوادوريات. لو أنت متزوج من امرأة إكوادورية تحصل على الجنسية بعد 3 سنوات، كلام أكيد.
المتزوجين بعد 3 سنوات، أصحاب الأعمال وأصحاب المطاعم وأصحاب الاستثمار بعد 5 سنوات. وانتظرونا في الفيديوهات القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. اللي ما يعرفنيش، أنا علاء الدسوقي، مصري عايش في أمريكا الجنوبية. اشتركوا في القناة حلف في العالم.